بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. حضرت اليوم إلى مقر النقابة في النادي النهري لأتعرف على كافة الزملاء العاملين في هذا المقر، وأتعرف على المشاكل كيف نحلها، ولأبحث ما يجب بحثه، ولأتحقق فيما حدث من أيام قليلة من الأستاذ سيد صبحي في توزيع الكرنيهات أو البطاقات على الذين حلفوا اليمين وإلقائها للمحامين من شاهق أو من على فرندا ووقوعها على الأرض، ويعني تجمع زملاء أبنائنا المحامين في المكان. دي صورة لم ترضيني، وأنا أمرت بإحالته إلى التحقيق. أنا شرفني رؤساء الإدارات هنا على رأسهم الركن الركين الأستاذ نبيل صلاح، الذي لا أخفي أنني يعني أعتمد عليه في كل الأشياء، لأنه خبرة عريضة واستقامة لا مثيل لها. هنعرف كل واحد يعرف بنفسه. تفضل حضرتك، قول لي الحضرات على مهلك عشان يسمعه. تفضل اللي بعده. أشرف طنطاوي مدير إدارة بطاقات العلاج. محمود طايل مدير المكتب الفني المعالي النقي. طه أحمد عبد الله مدير إدارة التفعيل والمراجعة. صاحب متولي مدير إدارة الخطابات. محسن محي مدير إدارة التحصيل. حسن صادق مدير إدارة الكرنيهات. وأنا قبل ما نجتمع هنا أنا مريت على المواقع يعني وعلى الأكشاك أو المكاتب، وتحدثت إلى الزملاء القائمين بالعمل، وتحدثت أيضا إلى من تصادف وجوده من الأساتذة المحامين والأستاذات المحاميات، وسرني أنني لم أجد شكوى من أحد. ومع هذا أحيانا ما تصل الشكاوى، والشكوى الرئيسية التي أريد أن أتحقق منها بنفسي شكوى من الأخ سيد صبحي اللي أنا أحلته بالتحقيق. أنا أحب قبل أن أبدي يعني وجهة نظري أو قراراتي أن أنا أتيح لك الفرصة يا سيد أنك أنت حد يديله الميكروفون، أنك أنت تشرح بإيجاز الواقعة وعذرك فيها إيه. حضرتك معالي النقيب. انا سيد صبحي الموظف المختص بإدارة الكرنيهات بتوزيع الكرنيهات لاعضاء المحامين الجدد في حلف اليمين. فانا من ازيد من 10 سنين وانا بستلم كرنيهات حلف اليمين، مفيش اي تجاوزات مني او اي اخطاء مني الاساتذه المحامين بره القاعه. فطبعا انا فوق تمام، حد بيبقى معايا، فالعدد كبير. انا بندخل 5 ساعات او 6 ساعات من الساعه 11 لحد الساعه 4 او الساعه 3:30، فكان بالعدد كبير عليا قوي. فما باجي انده بدي اللي جنبي مثلا، انا بعرف ان هو موجود فبوصل له الكرنيه، خلاص انا ده عليه عارف كده الكرنيه اوصل له هو هياخد الكرنيه بس. فانا اللي حدف المحامين مش انا، اقسم بالله ما حدفت كرنيه اي محامي، وانا بستشهد بال 1500 محامي اللي في اليوم ده اللي كانوا حلفوا ان انا لو حدفت كرنيه انا مستعد لاي عقاب. اتفضل. بالتحقيق أفادني بأنه الكل شهد لك بالأدب وبحسن المعاملة يعني. ومع ذلك احنا برضو التحقيق هياخد مجراه، بس أنا أحب أتكلم بعد الإيضاح بتاعك. أسأل الأستاذ رئيس الإدارة، لماذا يعين هو بمفرد واحد علشان يوزع كرنيهات على هذا العدد الهائل؟ عدد أفراد في الإدارة 4 أفراد عندي عدد عدد العاملين في الإدارة معايا 4 أفراد فقط. أنا كان عندي 10 أفراد كل فترة يسحبوا مني موظف ليعمل في مكان تاني، وأنا حضرتك مكانه بيشغل. أنا المفروض أني عندي 5 شبابيك لتوزيع الكرنات، أنا قافل منهم 2
وبلغت معالي الامين العام ان انا عايز موظفين ومدير الشؤون العامه عايز موظفين اكتر من مره وما وفروا ليش. حضرتك انا يعني اللي في امكانياتي بعمله. طب هو انت مش قادر برضه تميز ان في فرق بين الموظفين اللي انت محتاجهم عموما واليوم بتاع توزيع البطاقات اللي هو يوم الحلو ده يوم خاص ممكن يدبر لك يعني عدد والله سعادتك بلغت وبعض الموظفين الاستاذ اشرف طنطاوي وقف معايا في اخر يوم الحلف اليمين ساعدني بس ده فرض العدد اللي حضرتك بيبقى يعني في النادي كميه كبيره جدا ولازم يبقى في حل لحضرتك تاني نريح بيه المحامي ان هو ما يجيش من اتحاد عمال مصر لغايه نادي الميعاد عشان يستلم كارنيهو. حضرتك برضو يعني اكيد هتشوف لنا حضرتك حل في المساله دي بس برضه انا بكرر انا محتاج موظفين سعادتك. الاداره مهمه جدا ومش اي موظف يشتغل معايا لان محتاجه الامانه ومحتاجه الموظف اللي يكون كفء وسعادتك يعني اللي تؤمر بيه. انا عاوز اقول للجميع اتفضل استاذ رئيس بلاد نرجع زي ما كنا زمان ان يتعمل جلسه حلف يمين اسبوعيه ما نكترش الموضوع ده عشان ممكن حضرتك سواء نعمله هنا سواء نعمله هنا او لا ما هو احنا بنخلصهم لازم ننور على حد لا تمام بس كرامه المحامي غير مقبول تمام احنا كل ليله هنا لخدمه المحامي طبعا 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 ماشي فهمت. شكرا. عاوز اقول لكم الاتي يعني انا تعودت في حياتي التعامل مع الاعداد الكبيره وانا عارف انه التعامل مع الاعداد الكبيره صعب انما هو الانسان المتحضر يبان في الصعب مش في السهل وانا يعني هقترح بعد اذن الاستاذ نبيل ان احنا يوم حلف اليمين هندبر لاداره الكرنيهات وعن طريق الاتصال بالنقابه العامه. انا بخش اشتغل معاهم. لا انا مش عاوز كده بقى انا عاوز المحامين تستلم البطاقات في موضع الحلف بس احنا لازم ندبر لان احنا كلنا هنا كلنا وانا على راسكم في خدمة المحامي والمحامية وكرامة المحامي دي هي الأساس هو صاحب الدار وإحنا هنا في خدمته ولا يمكن بتاتا إن إحنا كلنا هنقبل إنه شعرة للمحامي أو من كرامة المحامي أو المحامية تمس فعلينا إن إحنا نوجد الحلول. الحل أنا بتصور إن إحنا سيتم يوم 13/9 تسليم الكرنيهات في مقر حلف اليمين. هذا يستدعي وبرضه تحت اشرافك يا استاذ نبيل نحصر عدد الذين حلفوا ونقسمهم الى متينات ونشوف يلزمنا كام زميل يقوم بالتوزيع بحيث كل واحد يستلم 200 كرنيه العدد من الى الى ان يتم استيعاب عزنا 10 اهلا وسهلا عزنا 15 اهلا وسهلا وينتقلوا الى مكان الحلف وحينادى العدد من الى هيبقى هنا مع فلان العدد من الى يبقى هنا مع فلان. اعتقد ان هذا الحل يعني يؤثر ان احنا نقوم بالخدمه ونؤدي للمحامين وده اول يوم في حياتهم. ده انا في كل حلف يمين بكلمهم يجي نص ساعه قبل ما نحلف في اليمين وعلشان ابث فيهم قيم المحاماه ووضح لهم قد ايه هذا اليوم يوم فارق في حياتهم وان هم هيدخلوا الى عالم جديد وبحاول ان انا احببهم في العالم اللي داخلينه. كل الكلام ده يتهدى لما يجي هنا ويحصل بقى مهما كانت الاعذار انه كارنيهو يمد ايده ياخده من الارض. هذه مساله يعني غير مقبوله تحت اي سبب خالص وكان يجب على سيد ان يتوقف حينما وجد ان الذين يتسلمون الكارنيه بيرموه بدل ما يوصلوه اللي هو عاوز يوصله. نتوقف لانه هذه مساله لا تجوز وفي ناس طبعا قاعده تتصور علشان وكل حاجه يحمل فيها النقيب ما جراش حاجه. برضو عاوز اقول للجميع احنا كل واحد فيكم قاعد يعني في مكتبه
وبيخش عليه عدد، وانا عارف التعامل مع الاعداد الكبيره صعب، وانا على باب مكتبي انا بقابل الزملاء من غير موعد سابق الاحد والثلاثاء والخميس، وبروح النقابه يوميا من 9 ل 5 مساء. طبعا انا الوقت هيتسع مثلا 30 مقابله 40 مقابله، ساعات بيصادف اللي موجودين 60، مش هقدر اقابل ال 60، مش عشان انا مش عاوز اقابلهم، عشان الوقت والجهد لا يتسع. فانا بلمس ازاي ان احنا لما بنقول للباقيين سلموا الطلبات وهنفس فيها وهشوفها بيبقى التعامل معهم صعب. بس انا زي ما قلت الانسان المتحضر يبان في التعامل في المواقف الصعبه، التعامل في المواقف السهله ما هوش مشكله. انا ممكن حد يخش لي واقضي له اللي هو عاوزه ووشي عابس ومتجهد، هيطلع زهقان ويطلع زعلان ويطلع حاسس بان انا ما احترمتوش، وممكن اعتذر له واقول له لا وانا مبتسم، يطلع يقول الراجل ده اكرمني. عشان كده في الامثال اللي اتعلمناها يقول لك لاقيني ولا تغديني، لاقيني ولا تغديني. فانا بطلب من حضراتكم جميعا ومن العاملين تحت قيادتكم ان نبذل كل ما نستطيع وفوق ما نستطيع لاشعار المحامي انه سيد في نقابته، واشعار المحاميه بانها سيده في نقابتها. انا شخصيا افعل هذا واصبر على احيانا بيقال لي كلام فيه تجاوز، بصبر وبكتره واستوعبه علشان برضه نقوم بواجبنا. طبعا انا مقدر ان كنتوا يعني حاملين اعباء كثيره، وليس معنى هذا كلامي ان انا يعني بقلل من قدركم ولا بقلل من العمل الضخم اللي بتقولوا بيه، بس انا عاوز نعمل الاحسن ونضمن الاحسن. وانت معكم قدوه، الاستاذ نبيل صلاح ده يعني انا فخور ان انا بشتغل معاه، انا فخور ان انا بشتغل معاه، لان هو في مسائل كثيره جدا بيتدارك اخطاء صادره مني ويبعتها لي علشان انا اتداركها، واحنا مش طالبين غير كده، ان احنا برضو يعني جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ، انما لازم احنا نتكاتف علشان نعمل حاجه طيبه للنقابه وللمحامين. وانا شاكر لكم يعني هذا الاجتماع الطيب، وبستاذنكم اللي يحب يقوم لان انا هبث كلمه الى زملائي المحامين. شاكرين يا استاذ، شاكرين شاكرين ليكم. الزميلات والزملاء، عندي كلمتين يعني مش كتار يعني احب اقولهم. يعني احنا امبارح النقابه خسرت دعوه بخصوص دعوه الجمعيه العموميه لمحافظات ثلاثه، اسيوط والشرقيه والاسكندريه، للتصويت على طلبات الدمج التي قدمت من المحافظات الثلاثه لتنصب في نقابة واحدة تقوم على المحافظة بمحكمتيها الابتدائيتين. وأمر طبيعي طبعا أنه كان متولي هذا العمل لجنة الانتخاب وشكلت على أرفع مستوى، ولا جدال طبعا أنه الحكم الذي صدر أصابني شخصيا مش عاوز أقول بالإحباط، أنا لا أحبط، وأنا بكلمكم عشان أقول لكم إن أنا مستمر مهما حدث في القيام برسالتي، مش بواجبي، برسالتي. وأنا أعد بأنني لن أترك النقابة إلا وهي في أعلى عليين، وأنني سأحارب وأقاتل من أجل رفعة النقابة ورفعة المحاماة. قضية خسرناها ما هيش مشكلة، أنا أستطيع الطعن على الحكم وهو قابل للطعن اللي قضى بوقف التنفيذ، ولكني لن أطعن على الحكم، وإنما أنا سأعيد الإجراءات مرة أخرى علشان نشوف إحنا رايحين فين. ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقاب، ولا أن يرهق الوقائع لتعطيل إصلاح النقاب. إحنا نقرأ النص اللي هو يعني ما حدش بيتأمل فيه كويس ونشوف النص بيقول ايه. النص بيقول المادة 144 تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية
ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها. هذه القاعدة الأساسية. ولكن المشرع قدر أن لكل قاعدة استثناءات، وأحيانا ما يحدث أنه ده ما يبقاش في المصلحة العامة. وحضرب لكم مثل على الذي حدث في الإسكندرية بس قدام بعد شوية. قدمت إلينا طلبات من أسيوط بالدمج، ومن الشرقية بالدمج، ومن اسكندرية بالدمج. مجلس النقابة اللي انعقد يوم 19/8 ما هوش المبادر إلى تقرير الدمج ولا إلى اقتراح الدمج، وإنما هي طلبات قدمت إليه علينا أن ننظر فيها. إذا رأينا أن هناك وجه لطرحها تحقيقا للدمج فبنعرضها على الجمعية العمومية للنقابة المعنية علشان هي اللي تثبت بالموافقة أو الرفض. مجلس النقابة لا يملك لوحده أن ينشئ نقابة واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية واحدة، وإنما أناط القانون ماذا زي ما احنا قلنا هو قال ولا يسري الأول ولمجلس النقابة العامة أن يقرر. يعني ليه أن أقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل أو تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية. عاوز أقول لكم بعض همومي عشان برضو تعرفوا أن أنا بأقاتل وأقاوم أعشاش للفساد والإفساد طالت كل مكان. وأنا أحيانا واقف لمفردي علشان أحقق للمحامين وللمحاماة ما يجب تحقيقه. اللي اتعرض على مجلس النقابة يوم 19/8 طلبات دم ممكن تبحث وممكن ننتهي إلى رفضها. مش وارد يعني إن احنا لما تطرح طلبات الدم ننتهي إلى أنها لا وجه لها فما نطرحهاش على جميع الأمم، وارد. وهذا حصاد وحصيلة المناقشات التي تجري في مجلس النقابة. من حقكم تعرفوا أن أنا أواجه الآتي، لازم تعرفوا، أنا الأوان اللي تعرفوا. الدعوة الرئيسية المرفوعة بالطعن على قرار الدمج رفعها زميل لا أحب أن أذكر اسمه، بس أحب أن أقول وأن أوضح أنه أول واحد أنا اخترته ليكون معي في هيئة المكتب، ولكنه فرض شروطا وبدا انه لا ينشغل الا بما يريد شخصيا، وربنا سهل له، ولكن انا لم الفظه. وحتى الان اللجان التي شكلتها بتفويض المجلس مراعى فيها جميع الزملاء اعضاء المجلس حتى الذين يقاومون وجودي في نقابه المحامين. هل انا لما اقول يقاومون وجودي في نقابة المحامين أغالي؟ لا، أنا هقول لكم بالأسماء. الدعوة الرئيسية اللي أنا قلت رفعها فلان من غير ما أقول اسمه شاركه من أعضاء المجلس، مش من بره المجلس، من أعضاء مجلس النقابة الذين كان من حقهم أن يحضروا جلسة 19/8 ويبدون ما يعن لهم من رأي في طلبات الدمج المقدمة، ولكنهم لم يحضروا هذه الجلسة استجابة للأوامر الصادرة إليهم من المقطم الذي يجتمعون فيه كل يوم، باستثناء الأستاذ محمد أحمد نجيب وهو ضمن هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم في الطعن. وأقول باستثناءه ليه؟ لأن الواقع أن الأستاذ محمد نجيب بادر بالاعتذار إليه، وأبدى أنه دخل في هذه الدعوة في لحظة غضب، وكان غضبه فيما أبدى إلي راجع إلى ما تصور أنه عدم تعيينه في لجان الانتخابات التي قررناها، وأثبت له بالدليل أنه معين في لجنتين فرعيتين في لجنة اسكندرية ولجنة أسيوط باعتباره أساسا من المنيا، وهو بالفعل يتعاون معي ولا يتراخى عن بذل ما يستطيعه
للقيام بعمله النقابي في معاونته ولمصلحة النقابة والمحاماة والمحامين. الباقيين بقى الأستاذ أحمد بسيوني، الأستاذ ماجد حنا ويلسون، الأستاذ إسماعيل طه إسماعيل، الأستاذ عيسى أبو عيسى، الأستاذ خالد أبو قراع، الأستاذ علي الصغير، أعضاء المجلس الذين يحجمون عمدا عن التعاون معي وعن التعاون مع النقابة ومع المجلس ويقاطعون الحضور إلى النقابة، وقد قاطعوا الجلسة الماضية واللي قبلها، ويوم 19/8 هذه الأسماء لم تحضر الجلسة، رغم أن الأستاذ إسماعيل طه إسماعيل حتى هذه اللحظة أقرت وجوده كمتولي لمعهد المحاماة ولم أقصر معه إطلاقا. الأعجب أن الأستاذ إسماعيل طه ماضي على طلب الدمج المقدم من محافظة الإسكندرية، ماضي طالب الدمج، وإذا به يطعن ضمن الطاعنين في قرار الدمج. هذا الطعن بقى ده انت بت ايه؟ انت بتقاوم الإصلاح في نقابة المحامين. قل لي انت ما دام انت ضد الدمج ما حضرتش ليه عشان تبدي رأيك في الاجتماع يوم 19/8؟ وإذا كنت انت ضد الدمج ليه مضيت على طلب الدمج لشرق وغرب اسكندرية؟ الأساتذة دول الأستاذ أحمد بسيوني والأستاذ ماجد حنا ويلسون والأستاذ إسماعيل طه والأستاذ عيسى أبو عيسى والأستاذ خالد أبو قراعة والأستاذ علي الصغير، بالإضافة لصاحب الدعوة أو رافعها الأساسي، عليهم أن يخاطبوا الجمعية العمومية ويشرحوا لهم هم دخلوا الانتخابات ليه؟ دخلوا انتخابات نقابة المحامين ليه؟ دخلوا عشان يخدموا على المقطم ولا دخلوا عشان يخدموا على المحامين في نقابة المحامين؟ هذا سؤال واجب عليه أن يجيبوا عليه، وأنا لن أكل ولن أمل ولن أتراجع عن القيام بواجبي ورسالتي. خسرت دعوة أو لجنة الانتخاب خسرت دعوة مش مشكلة، أنا بدل ما حطعن أنا سأعيد الإجراءات، سأعيد الإجراءات. من ضمن الإرهاق القانون وإرهاق الوقائع لاستقامة القصد، والمسألة كلها اهتمت بالشكل دون أن تهتم بالمضمون. الحكم يعني وقف الجمعية العمومية لتقرير الضم من عدمه بالنسبة للمحافظات الثلاثة، هذا يترتب عليه تلقائيا تعطيل العملية الانتخابية للنقابات الفرعية. فأنا مش هنطح في الصخر، انا برضو علي ان انا استجيب، بس احب اقول وانا بتفكر، ما تعودتش ابدا انتقد اي حكم قضائي. المحكمة وما ترى ولا كل الاحترام والتقدير، وللحكم فيما عدا وسائل الطعن كل الاحترام والتقدير، انما هذه تساؤلات لما يتبنى الطاعنون انه يجب الاحتكام الى لائحة التي اقرها المجلس في 5/10/72 وأقرتها الجمعية العمومية في اليوم التالي 6/10/72. اللائحة دي ايه؟ تنفيذا للقانون 61 لسنة 1968. يبقى اللائحة دي مش بس تجاوزها الزمن، تجاوزها قوانين متتالية متعددة، وتجاوزها الواقع وسقطت بدليل أن مجلس النقابة اللي فات واخد أكتر من قرار لوضع لائحة بدل اللائحة المنقاضية. يمشي ازاي ده؟ احنا عندنا قاعدة في القانون، عندنا قاعدة في القانون انه اذا ما نظم الامر تنظيما مخالفا لنص سابق سقط تلقائيا، وهذا كلام مذكور في قانون الاجراءات وفي احكام محكمة النقض. ولما يطلع ان في قاعدة اجرائية نظمت بنظام مختلف يرجع الى قانون المرافعات باعتباره القانون الام. الله، اللائحة دي اللي هي بتنفيذ القانون 61 لسنة 1968 تلاها القوانين الاتية
والتي اعتنقت نظرات مغيرة وخطوط مغيرة تماما لما كان معتنقا في القانون 61 لسنة 1968. القانون الثاني كان القانون 17 لسنة 1983، والقانون اللي بعده القانون رقم 174 لسنة 2001، والقانون اللي بعده القانون رقم 10 لسنة 2003، والقانون اللي بعده القانون رقم 187 لسنة 2003، والقانون اللي بعده 197 رقم 197 لسنة 2008، والقانون اللي بعده القانون 147 لسنة 2019، والذي جاء بحكم المادة 144 التي تلوتها عليكم عفوا يبقى مش بس اللائحة دي مضى عليها 50 سنة، لا ده عقبها 1 2 3 4 5 6 قوانين قامت على أسس مغيرة، لائحة دي لا وجود لها. أنا هخش في جدل خلاص، وقفولي الانتخابات أو وقفولي عقد الجمعيات العمومية لتقرير الضم من عدم بما يترتب عليه وقف الانتخابات، ماشي. هخش انا بقى في جدل قانوني وعطل الاصلاح اللي انا عاوزه، ولزملائي الذين يتعاونون معي عاوزينه، لا مش هعطل الاصلاح، مش هطعن في الحكم، انا ساعيد الاجراء وهقدم لائحه للمجلس، لائحه تتفق مع احكام القوانين التي صدرت، ونحتكم إلى الجمعية لإقرارها. سأفعل هذا وسأعيد الإجراءات وسألتزم حتى بالشطط، بالشطط الذي قدم الشكل واعتسف تقديم الشكل وترك المضمون والموضوع وترك النقابة تئن. العجيب أن يوصف قرار المجلس، مجلس النقابة العامة، بأنه لأغراض شخصية. هذه أضحوكة، أضحوكة. ده مجلس النقابة العامة لا علاقة له بتاتا بأي مواقع نقابية في النقابات الفرعية، إنما احنا نقول بقى إن ممكن يكون في أغراض شخصية لكل من يتولى أو يريد أن يتولى موقعا نقابيا في محافظة ما، له مصلحة يبقى نقابتين عشان تتعدد المناصب والمواقع النقابية، إنما أنا مصلحتي إيه؟ أتحدى أي حد من السادة الذين تقولوا بأن المجلس يسعى للدمج لمصالح شخصية أن يثبت أن أحدا من مجلس النقابة الذين صوتوا على قبول الطلبات وعرضها على الجمعية العمومية للنقابة المعنية له مصلحة في أن تكون أسيوط نقابتين، نقابة واحدة بدلا من نقابتين، أو أن تكون الشرقية نقابة واحدة بدلا من نقابتين، أو أن تكون الإسكندرية نقابة واحدة بدلا من نقابتين. تقسيم كان لأسباب تجمل في أصحاب المصالح الخاصة وأثبت فشله من ناحية الواقعية والعملية، وعاد بالخراب والسلب على محامي اسكندرية. تقسيم، قالوا ان التقسيم ده نظري وده يبان من الآتي. اولا مجمع محاكم محرم بيك وهو تابع لشرق الاسكندرية تقع بداخله العديد من النيابات التابعة لغرب الاسكندرية. ثانيا مجمع نيابات الاسكندرية والكائن مقره بشرق الإسكندرية تقع بداخله العديد من النيابات التابعة لغرب الإسكندرية. ثالثا مجمع محاكم الاستئناف الذي ينظر جميع قضايا الاستئناف العالي مقره بشرق الإسكندرية
ولم يتم تقسيم الدوائر الداخلة في شرق وغرب الإسكندرية ودوائر الاستئناف العادي بتقسيم شرق وغرب. رابعا المحكمة الاقتصادية ومقرها في غرب الإسكندرية نجد أنها تنظر جميع القضايا الاقتصادية لشرق وغرب الإسكندرية. خامسا مجمع محاكم جنايات إسكندرية نجد مقره بشرق الإسكندرية وبداخله حوالي 28 دائرة جنايات بتنظر جنايات شرق وغرب الإسكندرية في ذات الوقت. الكلام ده كله بيصب في الآتي، انه الكلام ده لا يتفق، التقسيم ده او التجزئة دي لا تتفق مع الواقع العملي، وتداخل اختصاصات وتداخل ملكية العقارات وتداخل وسائل النقل الجماعية وتداخل الأدوات والأجهزة ومكانات التصوير والموارد والرسوم كرسوم التصديق على العقود. هذا كلام مقول ومقدم لم يلتفت إليه أحد، لا التفت إليه الذين يزعمون المصالح الشخصية لمجلس النقابة، ولم يلتفت إليه الحكم الذي أكرر أنني لن أطعن عليه ولكنني سأعيد الإجراء حتى لا أضيع الوقت، لأن نقابة المحامين هي الغاية عندي. في قاعدة تعلمناها اسمها إعمال النص خير من تعطيله. سادة الأساتذة الطاعنين يتبنوا تفسير النص المادة 144 واختصروا تفريغه من مضمونه وإلغاء حق نقابة المحامين العامة في أن ترى إنشاء نقابة واحدة أو دمج نقابتين يعني بعد اللجوء طبعا إلى الجمعية العمومية. القاعدة كده اسمها إعمال النص خير من تعطيله، والمشرع ما عملش النص ده عبثا، قالوا كلام تاني، قالوا ده اللي يختص بالدعوة للجمعية العمومية النقابة الفرعية مش النقابة العامة. طب حد من أصحاب هذا الرأي يقول لي إزاي النقابة الفرعية وهم نقابتين هتدعو للجمعية العامة عمومية؟ يعني إذا كان في نقابة مثلا جنوب أسيوط ونقابة شمال أسيوط، الجمعية العمومية اللي هتجتمع ده خاصة بالنقابتين معا، أسيوط بحالها هي اللي تقول عاوزة دمج أو مش عاوزة دمج، يبقى أنهي نقابة بقى فرعية جنوب ولا شمال اللي هتدعو الجمعية العمومية؟ وين المسألة مين اللي يدعو؟ المسألة هي الجمعية العمومية هتقول إيه؟ يعني اللي عندي الحقيقة كتير، بس أنا مش عاوز أطول عليكم، عاوز بس أقول لكم كلمتين مختصرين. أنا مقاتل لأني أعرف أنني مع الحق وعلى الحق وأرنو إلى الحق، لا أبالي لا بالشتائم التي تنهال ولا بالمعاكسات ولا بالفساد والمفسدين ولا بالضرب من تحت الحزام، لا أبالي بهذا لأني مع الله هدفي وغايتي ولن أحيد عنهما، أن أرد الكرامة والطهارة والشفافية والاستقامة إلى نقابة المحامين، وأن أرد الروح إلى المحاماة وأعيدها إلى الحياة، وأن أحافظ على المصالح الحقيقية للمحامين وأن أنميها وأزيدها بقصارى ما أستطيع، وبمشيئة الله سوف أستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.